بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الآيات الأولى من سورة الأنعام، ألا وهي قوله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقلنا بأن الآية الأولى والثانية تدلان دلالة واضحة على وحدانية الله، لأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، وهو وحده الذي جعل الظلمات والنور، وهو وحده الذي خلق أبانا آدم من طين ونحن جميعا من من نسله، وهو وحده الذي يعلم متى تنقضي آجالنا ثم قضى أجلا. قلنا معنى ثم قضى أجلا يعني ثم جعل لكل مخلوق على في هذه الدنيا نهاية ينتهي عندها، وأجل مسمى عنده اللي هو أجل الدنيا تنتهي وتقوم الساعة. فالمراد بالأجل الأول عمري وعمرك أنت وعمر المخلوقات جميعا من الرجال والنساء، ده المراد بالأجل الأول. كل واحد منا له مد حياة تنتهي في يوم إن عاجلا أو أو آجلا. أما الأجل الثاني وهو يوم القيامة فعلمه عند من؟ عند الله. ثم تأتي الآية الثالثة: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني ويعلم ما تفعلونه من خير أو أو شر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن ثلاث آيات لبيان وحدانية الله ولبيان قدرته، ولكي تغرس هذه الآيات في نفس المسلم والمسلمة رسوخ الإيمان في القلب. بعد ذلك كأن واحدا منكم سأل وقال: علمنا أن هذا الكون كله ملك لله، ونحن كمسلمين وكمسلمات نؤمن بذلك، نؤمن بذلك، ما موقف غير المسلم وغير المسلمة من وحدانية الله عز وجل؟ ده السؤال. جاءت الآيات الرابعة والخامسة والسادسة وما بعد ذلك لكي تبين طبيعة الجاحدين، طبيعة مين؟ المشركين الجاحدين الفاسقين، تبين. فماذا قال سبحانه؟ استمعوا: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن
مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. انظر إلى التسلسل القرآني، انظر إلى التسلسل القرآني، ولا تستطيع أن تتذوق القرآن إلا إذا فهمت معاني الألفاظ، فهمت معاني الألفاظ وأدركت مغزاها. بعد أن بين الله عز وجل وأقام الأدلة على وحدانيته وقدرته، كأن سائلا سأل وقال: يا رب، نحن قد آمنا بوحدانيتك وبقدرتك وبأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، فما موقف هؤلاء المشركين ولما وقفوا هذا الموقف؟ بين القرآن أن السبب في شرك المشركين هو أن الشيطان قد استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله. وهذا ما بينته الآيات الرابعة والخامسة والسادسة. وما تأتيهم، الضمير هنا يعود لمين؟ للمشركين. ما تأتيهم اللي هم المشركين والمتحللين والذين في قلوبهم مرض والذين أنكروا وجود الله ووحدانية الله، وما تأتيهم من آية. الآية هنا بمعنى إيه يا أخوانا؟ المعجزة. كلمة آية تأتي في القرآن كثيرا، تكررت في القرآن كثيرا، لكن في كل موطن قد يكون لها معنى يختلف عن الموطن إيه؟ الآخر. هنا لفظ آية بمعنى إيه؟ معجزة. وما تأتيهم من آية يعني من معجزة من معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام. أحيانا يأتي لفظ آية بمعنى العلامة، بمعنى إيه؟ العلامة. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني إيه إن آية ملكه؟ يعني إن علامة ملكه. تقدر تقول إن آية هنا بمعنى القرآن؟ لا، إن آية ملكه يعني إن علامة إيه؟ ملكه، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. أحيانا يأتي لفظ الآية بمعنى الشيء الغريب، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني شيئا عجيبا لم يألفه إيه الناس. هل ألف الناس أن يأتي إنسان من غير أب؟ لا. يبقى لفظ آية بيأتي بمعاني إيه؟ متعددة على حسب إيه؟ السياق. أحيانا يأتي لفظ آية أو آيات بمعنى آيات من القرآن إيه؟ الكريم. إذن اللفظ الواحد قد يأتي على حسب السياق بمعاني إيه؟ متعددة. وهذا يدلك على سعة اللغة العربية، سعة إيه؟ اللغة العربية، وأن اللفظ الواحد قد يأتي بعدة إيه؟ معاني. هنا آية بمعنى إيه؟ معجزة. وما تأتيهم من آية، الرسول صلى الله عليه وسلم، آية الآيات هو القرآن الكريم، معجزة المعجزات هو القرآن إيه؟ الكريم الذي تحدى الله به البشر. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم التي تدل على صدقك أيها الرسول الكريم. واحنا عارفين بأن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، أليس كذلك؟ لكن أعظم هذه المعجزات إيه؟ القرآن الكريم. لكن للرسول معجزات، عشرات المعجزات، معجزة يعني انشقاق القمر، معجزة الشيء القليل في يده صلى الله عليه وسلم يصبح إيه؟ كثير. معجزات متعددة. لما نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم نجد له عشرات المعجزات.
أعظم هذه المعجزات وأبقاها اللي هو إيه؟ القرآن الكريم. وما تأتيهم من آية، أي من معجزة من آيات ربهم، أي من المعجزات التي أيد الله تعالى بها إيه؟ رسله، إلا كانوا عنها معرضين. ده نمرة واحد. يبقى أول شيء منهم إيه يا أخوانا، من هؤلاء الجاحدين، أول شيء إيه؟ الإعراض. يرون المعجزة الواضحة، انشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، يرون المعجزات ويعرضون عنها. لما؟ لما؟ لاستحواذ الشيطان عليهم، لانطماس بصائرهم، لجحودهم للحق. قد يعرفون الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأنا أظن ذكرت لكم قبل ذلك قصة أبو جهل الذي كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وكان جالسا مع أحد أصدقائه، رجل اسمه الأخنس بن شريق، فسأله الأخنس بن شريق: يا أبا الحكم، دي كنية أبو جهل، يا أبا الحكم، ليس معنا أحد، أنا وأنت، أتظن أن محمدا صادق أم كاذب؟ تلفت أبو جهل يمينا وشمالا وعرف بأن ما فيش إلا معه إلا صديقه هذا، وقال: وحق اللات والعزى إن محمدا لصادق. اللات والعزى عنده يعني حاجة كبيرة، الآلهة. فصديقه قال له: إذا لماذا أنت تحاربه؟ إذا أقسمت باللات والعزى بأنه صادق، لماذا أنت تحاربه؟ فنطق أبو جهل بالجحود والحقد الذي في قلبه وقال: يا فلان، محمد من بني هاشم، وأنا من بني مخزوم، وأنا من بني مخزوم، ونحن في الجاهلية بني مخزوم وبني هاشم كنا كفرسي رهان في الزعامة، في الزعامة وفي المجد كنا كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقونا وكنا أغنى منهم، لماذا يكون النبي من بني هاشم ولا يكون من بني مخزوم؟ والله لا أؤمن به أبدا. يبقى هو عارف أنه رسول، لكن ما الذي منعه؟ الحقد والحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وذكرت لكم قصة أخرى، عندما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة وأخذ ينادي: ده أنا نبي. وتجمع من حولي قومه وقال: يا أنا أريد أن آكل بكم الأرض، محمد في مكان كذا وأنا في مكان آخر، وأنا النبي وكذا وكذا وكذا. وتزوج بامرأة أخرى أيضا دعت النبوة اللي اسمها سجاح، وقال: أنا احنا ف وفي يوم من الأيام جالس وعمالك يخطب في الذين أمامه من عشيرته، فدخل واحد من أقاربه، من أقارب مسيلمة الكذاب، ابن عمه، ابن خاله، ابن أخوه، من ألصق الناس به، فبص من بعيد وقال له: أشهد أن وجهك وجه كذاب. بيقول لقريبه: أشهد أن وجهك وجه كذاب، ولكن لا بأس، صداق كذاب ربيعة أفضل عندي من صادق مضر. كذاب ربيعة يعني الكذاب اللي من قبيلة مين؟ ربيعة. هو كذاب بس من قبيلته هو، كذاب ربيعة اللي هي عشيرتي أو قبيلتي، أفضل عندي من صادق مضر اللي منها مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نزل القرآن، الآيات اللي بعد قليل ستأتي
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. يبقى إذن أول حاجة الإعراض، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها إيه؟ معرضين. تقول أعرض فلان عن المجلس، يعني إيه؟ تركه وإيه؟ وانصرف. طب ده الأمر الأول. بعد ذلك هل اكتفوا بالإعراض؟ أبدا، جاء التكذيب. فقد كذبوا بالحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإعراض أشد ولا التكذيب أشد؟ التكذيب أشد. دي المرحلة الثانية، لم يكتفوا بالإعراض وإنما أضافوا إلى الإعراض إيه؟ التكذيب. وانظر إلى التعبير القرآني، لما جاءهم. لما هنا بمعنى إيه يا أخوانا؟ حين، حين جاءهم. لما جاءهم يعني حين جاءهم. والتعبير القرآني هم جالسون في بيوتهم والحق هو الذي وصل إليهم وهم إيه؟ جالسون، لم يتعبوا أنفسهم. أدي معنى لما إيه؟ جاءهم، يعني هم لم يتعبوا أنفسهم من أجل البحث عن الحق، لا، ده الحق وصل إيه؟ إليهم وهم في غاية الراحة. وهذا ما كان يفعله الرسول، كان يذهب إلى هذا في بيته، وإلى هذا في مزرعته، وإلى هذا في تجارته، وإلى هذا في مكان كذا. الرسول هو الذي يذهب إليهم، مش ذهب إلى أهل الطائف، أليس كذلك؟ وذهب، شوف، بين الطائف وبين مكة ذهب، لا على طيارة ولا على سيارة، وإنما ذهب ماشيا على قدميه، مسافة طويلة ذهابا وإيابا، أو معه دابة يركب هو مرة ويركب صديقه الذي معه مرة. لما جاءهم سعى إليهم الحق. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء. أنباء بمعنى إيه؟ أخبار عما يتساءلون عن النبأ العظيم. لفظ النبأ يعني الخبر المهم، الخبر إيه؟ المهم. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ده تهديد لهم، كذبوا بالحق لما جاءهم، أعرضوا عنه. فماذا تكون النتيجة؟ ستكون النتيجة يرون كيف ستكون عاقبة إيه؟ المبطلين. فسوف يأتيهم أنباء، يعني أخبار، العذاب الذي نزل بمين؟ بالأمم السابقة. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم تأتي التذكير. التذكير الأول التوبيخ، لما فعلوا كذا؟ سيرون العاقبة. ثم يأتي بعد ذلك التذكير بالأمم السابقة، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، ألم يروا. دايما يا أخوانا، كما قلت لكم، الاستفهام هنا لإيه؟ للتوبيخ. والهمزة داخلة على كلام محذوف. دايما هذا التعبير ألم يروا، التقدير إيه؟ أعموا، انطمست بصائرهم فلم يروا. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. المقصود بالقرن إيه يا أخوانا؟ القرن يعني من أقوام سبقوا. والقرن يطلق على الأمة عندما يمضي عليها كم سنة؟ 100 سنة. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله وهو يشرح هذه، يفسر هذه الآية الكريمة،
شوفوا كلام الإمام القرطبي علشان ترجعوا إليه وتنظروا كيف أن العلماء أتوا بهذا العلم بعد سهر وبعد تعب. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ قال الإمام القرطبي: القرن الأمة من الناس، القرن الجماعة من الناس، والجمع القرون، قرن جمعها إيه؟ قرون. قال الشاعر: إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم، إذا ذهب الزمن الذي كنت أنت إيه فيه، إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن، يعني في جماعة أخرى، وخلفت في قرن فأنت إيه؟ غريب. أنت الآن سنك 20 سنة مثلا، وفيه واحد الآن سنه 90 سنة أو 100 سنة أو 105 سنة، يبقى هو في قرن غير القرن إيه؟ هو في جماعة غير جماعتك، وهو في زمن غير زمنك. ولذلك يقول الشاعر: إذا ذهب القرن، يعني الزمن اللي انت عايش فيه مع زملائك، وخلفت في زمن آخر مع ناس سبقوك ب50 سنة أو ب100 سنة، وخلفت في قرن فأنت إيه؟ غريب. ثم قال رحمه الله: فالقرن كل عالم في عصره. يبقى القرن اللي احنا فيه ده القرن 21، مش كده ولا ايه؟ يبقى يسمى ايه؟ عالم جديد، غير القرن 20، وغير القرن 19، وغير القرن 18، وغير القرن 14 الهجري، وغير القرن ايه؟ 13. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، يعني خير الناس أصحابي الذين نشأوا إيه في حياتي. هذه معنى خير القرون قرني. والرأي الراجح أن القرن 100 سنة. 100 إيه سنة. لما تقول القرن 20 يعني القرن اللي مضى منه 100 إيه سنة، وهكذا. بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه وهو سيدنا عبد الله بن بشر: تعيش قرنا. فعاش سيدنا عبد الله 100 سنة. يبقى قوله عز وجل: ألم يروا. الخطاب هنا لمين يا أخوانا؟ لهؤلاء الجاحدين الذين أعرضوا عن إيه؟ عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا نبوته. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة، كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، كم أهلكنا قبلهم من قرن. ثم بين القرآن أن تلك الأمم السابقة كانت أشد من أهل مكة، تهديد لهم: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. هذه النعمة الأولى التي أنعم الله بها على الأمم إيه؟ السابقة، أنهم كانوا أقوى وأعظم من المشركين الذين كانوا يعيشون في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا دعوته. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. يبقى لكم ده الضمير ده يعود لمين؟ للمشركين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني أعطينا الأمم السابقة من الخيرات ومن الأمطار ومن الزروع أكثر مما أعطيناكم يا أهل إيه؟ يا أهل مكة. أدي معنى وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. معنى مدرارا يعني إيه؟ بكثرة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم
مدرارا، يعني ينزل عليكم الأمطار الكثيرة. هذه النعمة الثانية. النعمة الثالثة: وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، يعني جعلنا الأنهار تجري من تحت إيه؟ مساكنهم، يشاهدون ذلك بأعينهم ومن تحت أشجارهم ومن تحت مساكنهم وأشجارهم، كما يقول عز وجل: جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تحت تجري من تحت بساتينها. الأنهار جمع نهر ويطلق على الماء إيه؟ العذب. البحر عادة يطلق على الماء غير العذب، لكن النهر يطلق عادة على الماء إيه؟ العذب. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. لازم الإنسان لما بيتكلم مع أهل العلم لازم يوضح الأمور بطريقة تناسب أهل العلم. طب فأهلكناهم بذنوبهم، مش احنا نعرف بأن الفاء حرف عطف، أليس كذلك؟ طب ده معطوف على ايه؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم. ده معطوف على ايه؟ قال لك تقدير الكلام: وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فجحدوا نعم الله. آدي ايه؟ جواب الشر. فجحدوا نعم الله، فكانت نتيجة جحودهم لنعم الله ايه؟ فأهلكناهم. يبقى فأهلكناهم معطوفة على كلام ايه؟ محذوف. وتقدير الكلام، وتقدير الكلام: وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فلم يشكرونا، فلم يشكرونا على نعمنا. فكانت النتيجة ايه؟ أن أهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم ايه؟ قرنا، يعني ناسا. قرنا هنا بمعنى ايه؟ أقواما. وأنشأنا من بعدهم أقواما آخرين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آية أخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.